Jawara FM.net. Nous sommes là où vous êtes. فما براكاج سيارة رمادية السلام عليكم. على سلامتكم، مرحبا بكم، هاني جيتكم، مرحبا بكم. وين انتم؟ وين ما تسمعوا فينا؟ في الدار، في الشارع، في الحومة، في الكهرباء، في القهوة، في الخدمة، في لي غراند سيرفاس، في لي سوبر مارشي، في كل بلاصة يوصلكم فيها صوت ستاسيون جوهرة اف ام الحلو. مرحبا بالسهارة، بالنبارة، بالمسيو، بالمدام، بالمونوزيل، بختي، بخويا، بسيدي، بللا، باللي يحبونا، باللي يكرهونا، وباللي ديما ينبروا علينا ويبعثوا لنا لي كومونتيغ نتاعهم. مرحبا بكم، مرحبا بلي كومونتيغ نتاعكم الكل على سيديو جوهرة اف ام بونيت. ميرسي ليكيب في الويب، بعد شوية يعديو لنا لي كومونتيغ نتاعكم الكل. دونك ميرسي لزميلي احمد كريم اللي قاعد يتبع في الامور بكسب، معناها بتعب كبير برشا. ميرسي لناد، ميرسي لنبيل، ميرسي لمريومة، ميرسي للناس الكل ديما اللي تبعو. دونك سي رضوان المثلوثي كوارجي عدد 7 كوتي كونسول تكنيك، مرحبا سي رضوان، تستحق ابلوديسمون على روحك راه رضوان، ما يسالش خاطر تعمل معايا في افور كبير وتستحق، والله تستحق التصفيق، اما مش الهوتاف تصفيقك، قلنا لك صفق ما قلنا لكش اهتف يا خويا راه. بي ميرسي زاد لزميلي غازي خليل كوتي ميكرو اللي بالحق يعاون فيا ويلاسيست بيان في ليميسيون هذايا. ميرسي ليك يا خليل، دمت صديقا وفيا ودمت اخ محب. بي سي اكرم السيقجي وراء الكاميرا، دونك يصور لنا ديما الاحداث وشنو يصير كاميرا الحقيقه. مرحبا اكرم. وبيك عايشك. سبا. الحمد لله. أكرم أكثر من وبيك عايشك ما يزيد شيء معنا. ديما وبيك عايشك. بدل خولي قول حاجة أخرى. ده شو حاجة أخرى يا أكرم؟ لا يزي في البركة. يزي في البركة. سبا. نقول كان هذي. مشي وراء سيارة تونس 133 31 73. دونك تونس 133 31 73 في سهلول. باش نوقفوا السيارة السوداء هذية ونعملوا لها براكاج وفيها فنان شعبي، فنان صوته حلو، فنان شاب، فنان يحب الموسيقى ويعشق الموسيقى ومغروم بالموسيقى، عنده سينجل فار ولا سينجل عسلامتكم. مرحبا بك يا سيدي. بس انت على المباشر، انت في الهواء. يا عايش مرحبا بك بإذاعة جوهرة. هكاك إذاعة جوهرة يا تسمع غيرها انت هوني؟ لا كي جي سوس نسمع هاي. صباح عليكم لاباس. الحمد لله. غنيتك الشهيرة اللي كلهم بتعدى على جوهرة. قول لي وشريد، انت قول لي وشريد عملت براكاج. صار من عندي. انا يا سيدي باش نبراكيك بوندون دوزور. مرحبا بك. نفتك ساعتين معناها. على راحتك. نسأل ونثبت وش فينا وقت بحضة المرمى احنا معنا الساعة. عادي وين كتبت؟ كتب ربي شو عملنا؟ وين كتبت؟ كتبت ليه؟ لا كتبت ما تتبع لما مخلوطش الضوء. خايف من الفيسك معناها؟ لا. شبيك خايف من ميكرو اخرى بسيطة؟ عادي انا نعرف بصاحبي عشيري سلاسة عمليه. صاحب كاس مارينا. زيد عملوا ببليسيتي هنا. لا عادي اخويا وديجا هنا. عندك 5000 اهلا وسهلا الحمد لله. صح لاباس؟ الحمد لله. انا قلت شو تعمل محمد؟ والله بط سلاسل عنده باش يمشي عنده قضيه يعني في التير، وانا عندي كونترا باش جا صاحبي من برا باش نعمل كونترا عندي حفله ان شاء الله. فهمت واش قبل انا مدير عملي تو هذيك ان شاء الله. اوكي وكمل معاكم بعد نمشي نقضي قضيه. خويا بصراحه سمعت غلبتوا عليه. عليه ان شاء الله. كلكم عندكم مديرين اعمال. هاي تحيه المدير العامل جورج. اي جورج يا خويا جورج. تحيه. قداش هذايا قداش متمني من فنان بربي؟ اعظم من روتانا. المدير العامل وليد تونسي كذلك. هذا وليد بن طلال بتاع تونس ولا لا؟ هكا هو يعني برشا ملايين يتابعوه. هذايا جورج. يخدم ستان بريزاري. لكل مقال ذي مقال. لكل مقال. بالنسبه للمدير العامل تو ولا حاجه كبيره لازم الفنان. مثلا انا مستعرف كامل الميكرو ما نتقلقش في اي حاجه في فرقتي، ما عندي حتى بروبليم. جورج يعمل كل شيء. جورج يعني ما مش ما يولدش نحكي عليه، هو ديجا ما يعني معروف على كما نقولوا باسمه بالفن، كما نقولوا يعني في كلامه قدام العباد عنده سمعته، كيما انا عندي سمعتي وصلت عمل باش وصلنا خدمة معاهم زاد. وهذه ان شاء الله ديما سيره طيبه تاع الفن الشعبي. الفن الشعبي خاطر جاب اليوم تظلم برشا وذموا برشا عباد، وانا ديما نصلحوه ان شاء الله من الحسن للاحسن، وان شاء الله ديما الفن الشعبي يقع في الصوره اللي نحبوا عليها احنا. محمد رمزي صاحب الاغنيه الشهيره، قول لي وش اللي تريد وماني ناقص، ماني ناقص تزيد. تقول لي وش اللي ورده ربيت انا ربيتك بيدي ورده وجرحتك. الله يشوفك. حلوه برشا الاغنيه هذه. الحمد لله. حلوه. ان فغي سكسي محمد رمزي، باش نحكيو على الاغنيه هذه. انا حبيت نرجع
الوليد بن طلال بتاع تونس، جورج بن طلال. وجال تحية جورج، على خاطر هو صديقي جورج حقيقة، معناها هو شخص مهذب ومتربي برشا. وفان في علاقته بيا أنا ديما، معناها أنا ديما نحكم على أشخاص في علاقته بيا. خلينا نتكلم برنامجي هذا نتكلم معاك. أوكي حاب نشكروا أما رامي ماش نبر عليه. هذيك علاش تو خليك جورج تربط لي الحب يعني برشا عباد تعرف احنا ديجا انا سابق في برشا برامج تلفزيونيه جبدت تحكينا جبدنا كسيفت مدير اعمال وكل شيء. جورج اسمعني هي علاقه اخويه برشا يعني كواليس خدمه كيفاش باش تحكي عليه انت تو ما غير ما كمل نحكوا برشا ما غير رامي ورود كو تحيه لي بالنسبه لي كو تحيه للجمهور اللي يسمع فيها كله هاي سوسه وصفاق بلادي العزيزه الغاليه. وانا بسيفتي نعيش في تونس توليت عندي بريسك قدش من عام يعني كون وجه جمهوري اللي نجحني هذا فضل هو وصلت البلاصه هذه وكون كتب التوش تقابلنا في البركاج هذه عملت لي بركاج وكون كمل بركاج ان شاء الله خير يا ربي معكم. تحيه لاهلي صفاقس وانا بنت صفاقس وافتخرت بلادي. تحيه ريم بلادي. لا 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 تحيه لاهلي واصحابي وداع جوره تحيه لي كل عاملين معك وقريت كتبها وفي بسيارتها وصراحه وانا ما ننكرش فضل صفاقس عليا فضل اذاعه صفاقس كما انا بلادي ترى اتمنى وديت تحيه كل اولاد بلادي وكل صفاقس وفضل هو بديت من غادي ينجح برات يقولوا جابته خاطر صفاقسي ولد بلادي معناها هاي تحيه الخمس عود هو لا سي با فغيره وبالزهر معناها بالزهر تو انطلعت معايا في الكهرباء محمد ملك ركاز اوكي تحب انت انا ملككم تو سي راس عدنان سي راس عدنان محمد وكان عنده حفلة جمعة داخل نفس السياحة لنا تفضلوا بحدنا جمعة داخل استمعيكم خويا زيد شخصية بصراحة خدمة تك تك لازم يعمل أنا نفرح بالعكس أي الحمد لله رب نستمعيكم بحدنا نشوف السياحة كامل إطارات جورة أفهم السهرة اللي مش هتقوموا بها ناس من المحشرة إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله كنوا خبرين هذه وشوية منها في الجورة الأفلام إن شاء الله السهرة العائلية إن شاء الله بيه محمد تطلع معي في كربة أوكي ساعدونا غالي عملنا لك هكا دورنا لك تغيير المسار دورنا لك الاتجاه دونك محمد اسمه برادو مبركة قولي واش اللي تريدي قولي واش اللي تريدي ومن ناقص تزيدي انا ربيتك بيدي ورده وجرحني شوكا ورده وجرحني شوكا قولي واش اللي تحبي شنو اللي بقالك متخم بفعلك وشكي طول ربي وبعد ما نطيق نشوفه بعد ما نطيق نشوفه عايش بين المهو والماضي قدرك خلى في عوشيا عايش بين القهوة قدرك خلى في عوشيا يلي كن تحبيبتي وقتلتني لخديع وقتلتني لخديع شويه جدا برافو 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 جميل جدا جميل جدا برغم اني تعب شويه والله على المعد الله يا محمد هكا وجاتك الحقيقه الغنيه هذه عندك معها قصه انت والله لا والله لا سؤال هذا نمره 1700 ترى قداش كان مش نقول قداش مره والله العظيم كل صدق اقصد الفنانين كل بس خيانه لا 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 ما نجم نجاوبك في كلمتين انا الحكايه هذه ما صارت اي فنان يغني موضوع اما كيف باش تصيدي في جديد وكن وجه الاغنيه هذه سي الحكايه في جديد عمره ما حد خانك والله اللي مش يخون حسيبه ربي سواء في علاقتي في حياتي الخاصه فكذا انا قلبي طيب وعلى قلوبها تسعد كما يقولوها وربي عطيني علاقه قلبي نحب العباد الكل وكما في الفن ترى موجود العباد الكل تكور على الروح على العباد الكل واللي جاب روحه يعني انا نفرح لاي واحد يخدم ما عندي حتى بروبليم حتى فنان
ونحبوا نحيوا هذه خاطر سؤالك يميز برشا حوايج كل شيء جبت لي انت موضوع نكمل لك فيه يعني. وبالنسبه للغنية ما عندي حتى موضوع على حكايه الغنية. يقول لي شريدي برشا عباد سالتني بصفه النجاح خاطر يعمل الضوضه برشا يقول لك الغنية هذه بازره وعنده حكايه عليها. ما عندي حتى حكايه, غنيت غنيه جا بارول موضوع حكايه. شكون كتب الكلمات محمد؟ والله كان لي كلماتي والحاني يقول لي وشريد فهمت وكتب معايا تحيه زاد المرسي بوع التور اذا ما نظلموهاش يعني كتب معايا في يقول لي وشريدي. الاغنيه بديت انا كذا في خاطر نكتب واللحن في الكتيبه نبطى شويه تلحين اللحن في كتيبه تحب لي وقيت مش برشا ما عنديش فكره برشا في كتيبه نكتب اما مش التلمو اللي على بعضه كما موبة الفنان معروف كلمات كلمات ملحن ملحن وكاي والحمد لله غنيت تحظ. انا مش اول بالنسبه البوم تاع اول البوم عندي 16 سنه سامحيني يا ذنبي وذنبي اما هذه غنيت الحظ يعني. اما من بعد خرجت البوم ما تحكيليش خرج ورتي محبه بعد جيت غنيت تحظ قول لي وشريدي كيما جيت عند الفنانين الشعبي كنت كور نتاعك والحمد لله واصغر فنان شعبي وان شاء الله نكمل هكا يعني في وقتي هذه. انا نحمد ربي ونشكره والله ورضيت الوالدين زاد وتعبت وبديت من بلادي صفاقس اللي بديت منها وتعبت وبعد مشيت لتونس العاصمه اللي ونحب نوجه تحيه بالمناسبه هذه لهم عليها جماعه في برنامج تلفزي قالوا لي يعني قلت الفن على تونس انا الفن على تونس كي قلت ان شاء الله يسمعوني يا رب الكل مش نكرت في بلادي صفاقس ولا حاجه انا جبت قلت الفن للعاصمه كما نقولوا احنا عندنا فنانين انا من تونس مشاو لبرا مشاو لمصر ومشاو لبنان وكذا عملوا اساميهم وقفوا في حياتهم كل شيء فهمني وانا كيف كيف يعني من صفاقس كنا تونس نرجعوا وتونس بلاد الفن يعني مش تنتظر كيما النجاح نجحت وتبقوا غاديكا بالكل شيء يعني كل شيء موجود غاديكا والحمد لله على المستوى الاعلامي موجود وعملنا سكسي وان شاء الله نكملوا يعني كيما يقولوا الفنان يكمل اللي مشي اللي بدا يكملوا. على ذكر صفاقس صفاقس كلها موسيقيه وكلها فنانين كبار غنيوا حاجه للجاموسي جاموسي مثال عطيني ذكرني شوي جاموسي مئات الاغاني في الريبرتوار نقولوا اصل الزين في العنين نقولوا اصل الزين في العنين شويه كي ما عندي مجموعه توسي اصل الزين في العينين والعينين في الصمرة اصل الزين في العينين والعينين في الصمرة اولا مسافلي ترارارارا واي 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 لمسافلي واي 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 والشعر مدلي هبلتينا وسحرتينا هبلتينا يا سمرة هبلتينا وجننتينا وهبلتينا يا سمرة. بي محمد شوية يعطيك صحة مش جوي توزي 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 أنا تبقى فن شعبي شعبي نغني كل شيء سبونتاني حبينا هكا بتوماج الفنان الكبير اللي نعزه بارشا ونحبه على الأخر على الأخر محمد الجاموسي الله يرحمه الله يرحم عظيمته دونك خلى ريبرتوار كبير وفخر كبير في تونس فخر تونس بالحق أنه فما فنان وبلي كرموه بلي نحكي وليدي ما شوية محمد الجاموسي بي سي محمد الجاموسي محمد رمزي بعد قول لي واش اللي تريدي ما فماش أغنية أخذت حظها إعلامين ولا نجحت إعلامين ولا فماش إنتاج نجح إعلامين كما الأغنية هذي نعرفش هل هي الأغنية هذي أغنية اليتيمة محمد رمزي اللي نجحت ولا نستناه ويستنى الببليك أغنيات أخرين يطلعوا هو راه وشوف أنا كي نحكي على معناتها الفينومين هذي ماهوش خاص بمحمد رمزي راه لأنه كل فنان مزود بالذات معناتها أو فنان شعبي بالذات عنده سينجل هكا ساعات يضرب ما تفهمش علاش وبعد فما غياب ما تفهمش علاش وبعد فما سينجل آخر يضرب ما تفهمش علاش شي الحكاية علاش باهي نجم نجاوبك على سؤالك هذاك أنت صحيح كلامك صحيح في بلاصتو خاطر برشا عباد عاش سكسي بعد تقولش فما كيما فنان شعبي يقول صارت كيما مثلا كيما أشرف مثلا غنى خاينة وكاو أشرف غنى من بعد أغنيته كو بالنسبة للجمهور غنى خاينة كو أظن اللي نوجه له تحية بالنسبة هذه خاطر أخويا نحن تربطنا صداقة زي خاطر الفن يعني كل واحد واسمه ما نجمش نذم حوايج نرجع أكمل من بعد عنده جات أغنيات أخرين ما نجمش نسمي لك تو ما تحضرش فهمت المهم عنده عمل أغنية من بعد بالنسبة لقول لي واش ريت نرجع موضوعي أنا خرجت من بعد عملت ديو غنيت معايا أمنة فاخر
نفس الغنية يقول لي واش يدير الناس بالنجام تاعي. خذيت دعاية شوية بريود من بعد جيت ثوثرة في البلاد نعمل بيها الكل ان شاء الله ديما تونس يا ربي ترجع لنا كالعادة ونتعداو بالحكاية اللي صارت لنا تو هذه ديما نقعدوش تو كيما نقولوا احنا تو في سوريا صاير كيما في كيما تو صار لنا دير الموا في سليانة كيما صار لنا تو معناش برشا في القصرين حبوا تونس حبوها بخير 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 برشا يا ربي نرجعوا كالعادة وشيخين وبلادنا كلها مالينا بالحاكم الحاكم راه نوجه له تحية واللي عس علينا مسيك المتعذب في خدمته راه زاد يعس علينا نفرح وانا كنا قاول يعني رجال الامن في الشارع وكل شيء يعني تعبين برشا وكما نقول العبد يكون سبب ان شاء الله تونس ترجع امريكا لو نحيوا كل شيء هذايا. جاتني بريود بعدها جات الثوره بعد خرجت انا وشويه صار في الاعلام كل شيء قعدت ستومباي عامين انا شو بعد في الاعلام شو يعني في البلاد داخل بعضها مش وقت باش نغنيه وحنا كل شيء مش على البلاد على الاعلام شنو نحكي لك من عرفش في فاصون دو بوليم عرفش كيفاش نفسر لك يعني انا قلت لك في الاعلام كيما نقولوا انا غبت شويه علاش خاطر البلاد يعني يقولوا البلاد مش في جو مش وقت غناء مش وقت على الفنانين الكل كنا تظلمنا وكنا اللي يغني يغني واللي عنده مشروع مشروع واللي كذا العباد جاستون باي في الحكايه كي خرجت من بعد اخو زمان زاد اخذت لي حظك وشيء ومن بعد خرجت البوم شكون نشكي ما نكذبش عليك صارت لي شويه دعايه قلت لك مع البلاد داخل بعضها شويه فهمت وكو يعني صحيح بعد قولي واش ما جديش حغني اخوة من قولي واش ريدي والحمد لله ربي انا حاجة اللي والله العظيم كل صدق يعني قولي واش ريدي ما زلت فشقتني الحمد لله ربي مغنية ما متتش مش حيت اغنيتي والله ما زلت نهشها الحمد لله ربي وما زلت عبيد ما رتنيش بيها وما زلت عبيد نمشي لهم يعني اسمعني الغنية هذية هي اللي طلعتك اللي هي الحظ وهي اللي ما زلت تصرف منها تو وإذا مصروفة هي الرصيد اللي ما زلت تصرف منه معناها إذا مش باش تبني معناها على الغنية هذي بطبيعة قاعدين نبنيو باش عملت السماء باش تدخل في الروج معناها لا ما تدخلش في الروج ما تدخلش في الروج بالحق يلزم وقيت معناها باش نشوفوا سينجل جديد تقريبا قداش هي هذي عام 2010 لا 2007 خرجت من شريدي وتو داخلين 2013 يعني الحمد لله ربي 6 سنين والغنية ما زدتناش عام ما ماتتش بيه. وأول سينجل في تونس أنا خاطر ما خرجتوش في ألبوم خرجتو في سينجل جمعني ب ملا مع أمنا وقتاش خرجتو أمنا والله خرجت 2010 فوالا جوستومون معناتها ديو هذاك هو أنا معناتها حطيت مخي مع الديو مع أمنا في آخر حكيت لك أنت سألتني جاوبتك قلت لك يعني كيفاش قول شيدي اش عملت من بعد السكسي نتاعي ومن بعد تو نحضر صرنا في سيدة جديدة إن شاء الله يعني شو اسمه سيفت وكيل عمالي والشركة اللي نخدم فيها كل شيء وصلت وخرت شوية باش نختار غناء باش يعمل لي من بعد البوليس خاطر واحد ان شاء الله وجمهوري هو اللي باش ينجحني يعني كيما نجحني قبل كيما تو ونو عاد ان شاء الله باش يعجبهم سيدي جديد برشا وحنا نحضر ومازال ما حضرش تو شويه وعلى قريب ان شاء الله. علاش عند الفنانين مشكلتنا الفنانين الشعبيين فما رغبه في معناتها انه الكل فنان يخرج البوم اور معناتها نحكي فنانين بصفه عامه كبير فما رغبه في انه كل فنان كل عام يحب يخرج البوم ولا كل عام يحب يخرج البوم استراتيجي نتاع الالبوم هذه اللي ساعات ربما ما تنجحش انا لاني ربما كي نمشي مثلا ممكن العام يكفيش كملت السؤال لمحمد كي نمشي لشركات انتاج شركات يعني تسويق نتاع كاسيت نتاع اغاني هما زوز في تونس معناها باش ما نقولوش وحده ساعات تو حاليا نسمع نحكي كي نسمع معناتها مدير الشركه يحكي انه السياسه المعتمده في شركات التسويق هذوما نتاع الكاسيت ولا سي دي محمد هي سياسه معناتها سينجل معناها تو قليل برشا وين واحد ولا يصرف برشا على البوم ويراهن ويجازف وبعد يقعد له الالبوم في التركينه ما يسمعو حد ماكش خايف معناها من انه الالبوم يقعد مش كان مثلا ربما انه انت ولا حتى الفنانين الاخرين تمشيو بالسينجل خير ايه انا مع كل احترامات يعني حتى للشركات هي تو الكلام كله صحيح تو خير ولا الشركه تقول لك نعمل معك سينجل خير تقول لك مصروف كاسات كما باش يتصرف الفنان باش يتصرف الشركه باش تبع عليك كل شيء اما انا كأنا شخصيا راي انا خاطر الفنان مش يعمل باجاج روحه هو الغناء باش تغني مثال انا تو مثال خرجت من بعد كل شريط وخرجت وديما ماذا بيا خرج زيد اغنيه حتى بلاتو كنت باش تخدم بزيد اغنيه باش تنجح لك انا نراه الالبوم ديما انا عندي ما نعرفش ما قنعتنيش حكايه السينجل برشا بالرغم هي تو حكايه السينجل راهي ولات يعني حتى عالميا في العالم العربي بريسك الفنانين كل مشهورين في الشرقي كلهم يخرجوا سينجل ما عادش الالبوم فيه 12 اغنيه وكل شيء فهمت ديجا تو يعني شركات ديجا راهم مظلومين بالحق خاطر البيراتيه هذه كل شيء ما نكذبش عليك يعني هنا يولي الفنان يربح اسمه والغنية سكسي والالبوم فما غنية تظلم كل شيء يقول لك هو مقابل السينجل انا بالنسبه لي انا ك يقول لك التكنولوجيا يمشوا بها كل شيء انا نقول الفنان ديما يساعدوا البوم كامل خير
بالنسبة أنا وجهة نظر متاعي. هو شوف من ناحية يعني أنه الفنان للرصيد متاعه يكون عنده ألبوم صحيح وش لعبت تسمع كل شيء. أنا مش مقياس عندي مش خرج غنية برك كل عام أنه الفنان يكون عنده ريبرتوار بيان سور يغني في حفلاته الخاص إنتاجه الخاص معقول مقبول معناتها اللوجيك. بقى جوست أنه فنان ما نعرفش ما وراهش شركة كبيرة كما نعرفش شركة روتانا يعني اللي تصور وتسوق وتبيع للعالم إن شاء الله. إن شاء الله نتمنى في تونس نولي وكا يا رب إن شاء الله يا رب. سمحني كمالك محمد ما ينجمش يخرج ألبوم ما ينجمش معناتها كيف يخرج سينجل ولا اثنين ما تركيهم يخدم بيهم اسمه ديجا سي ديجا غون شوز يظهر لي معناها أنا كيك فما باغ دو فيريتي هو عند الفنان وعند وعند الشركة زادة صحيح صحيح. شو نقول لك يعني حكي انا بالنسبه حكايه السينجل ان شاء الله يا ربي في تونس ولي وعندنا شركات كيما روتانا خاطر مش نقردو نقارنوهم مريم فهمتها بثاني هم عندهم نيابات انا شركات في تونس وكل شيء. بالنسبه للريبرتوار الفنان خاطر يزمك بزايد اغنيه انا ديجا العباد لمتني خاطر بعد تقول لي وش شريتي باش نقعد وقول لي وش شريتي يجي برشا في التلفزه وكل شيء. ايما وقت طلعت زاد حفله كارتاج نجحت بغنيتي وخذيت شهر فيها برشا وكل شيء. من بعد العباد لمت حتى من بعد توا الدعايه عندها دور. قلت لك مع الحكايه نرجعوا للكلام نتاع بكري قلت لك البلاد داخل بعضها شويه وتو لمت العباد تقول لك وين جديدك ولا مش تقعد لنا نقول له شريدي وما نكذبش عليك سيكسي نتاعي حيرت لي غنى القديم زاد نتاعي باش نجح راه زاد اي سي سيغ وعندي بلاتو الحمد لله يا رب يعني نمشي في حفله وسير قلاوات وحكايات وحفلات وكل شيء وعلى الاخر على الاخر مرتاح وعندي بلاتو غنيت جبدوا لي القديم زاد اللي غنيتي هي اللي حيرت لي الغنى القديم زيدا في جديد زيدا مادام العباد يحبك وانت وصلت في الترا الجمهور في الصوره اللي حب عليها انت وتمنيها كل واحد تو وليت انت ملك العباد لازمك سنه جديد وكل شيء وانا تو نحضر يا ربي وان شاء الله نعدل في اقرب وقت ان شاء الله نحضر في جديد يا ربي. نخليكم مع الموسيقى نخليكم مع لقاءات بقى معنا لسه نرجعوا في مراجعين بعد شويه اليوم في ضيفتنا محمد رمزي سيسيو باش نسمعوا قول لي واش اللي تريدي على ستاسيون جوهر اف ام نسمعوا اون ديو ولا رجعنا لكم على الستاسيون جوهر اف ام يا اهلا وسهلا مرحبا بكم بالناس كل ما زلنا في الاسباس الحلو ما زلنا قاعدين في الشانزليزي الشانزليزي اللي يحتفل بقدوم رأس السنه يحتفل بقدوم 2013 ديكوراسيون حلوه والقاعده فريمون حلوه امبيونس هكا كول وسامباتيك ومازال بحضرنا محمد رمزي حسيلو محمد رمزي من اللي قعد يحكي لنا على روحه وعلى انجازاته البطوليه وعلى هو قديش مشهور ومعروف لا شكل روحه تتعدى يحكي لنا على رجل مدير اعماله حسيتك بصراحه تخاف من مدير اعماله في الحياه خاطر خويا نقدروا برشا خويا الكبير خافوا منه يا سيدي بيه خاف منه شو نحب نحب ما شاء الله خاف منه مش معناها كل حاجه لو انت باش تخرج البوم جديد البوم جديد هدايا جست معناتها انت قلنا لك عاودين منه اكستري ولا عاودين منه حاجه صغيره لا حتى نكلم جورج لا حتى نشوف مع جورج قول لنا على عنوان البوم لا حتى نكلم جورج خدم حبسه ياسر انا برد عليا كلام ما قلتوش سيدي 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 سيدي, سيدي معناها يا خويا مستشار في كل شيء مدير عمل مستشار في كل شيء غير عمل استشاري كل شيء ودك خاطي حتى الخدمة راهو كخويا خويا ونستشاري كل شيء مانيش بنعمل حتى شيء أنا كلم جورج ناخذ بسيط في أي حاجة كيما تو كنت سألتوني ولا من غنى جديدة سألوني عاجي خاطر دير المو حتى في حفلة لبرا كل شيء حبوا يسألوا جماعة إذاعة من فهمت دي قناة هذا ما وكيلاش كويسة هذيك الإذاعة في بلاد ما سميوهاش اوكي وسهل زيد كيف كيف لازم نسهل في كل حاجه في كبيره وصغيره خاطر سيف مدير اعمال الوكيل عليا في كل شيء. عندك البوم جديد خبر فيه؟ ان شاء الله ان شاء الله ربي على قريب ان شاء الله يعني وزيد نرجعوا لجورج خير هنا في السيدي هذايا ان شاء الله وصلوا قريب ان شاء الله على قريب فهمت اختارني هو اختيارك هو ان شاء الله بالتوفيق يا رب ان شاء الله نعملوا بعد كل شيء اقوى حاجه من كل شيء اللي نجح بها محمد رمزي ان شاء الله ما تموتش. شنو السينجل اللي مرهن عليه في الالبوم الجديد؟
أنا عمري ما تمنيت غيرك. وعندي كذلك شرف سعادة مع الحاج على الغربة يشوف برا لأمي. وعندي الحب كموت عليك، عندي ذا الأيام حب بيني وبينك، عندي تحملتك وصبرت عليك، عندي حب ضايع. أنت حديث من الألبوم يحمل 8 أغاني. كنت عندي توا اسمعني هالمرة. كان شاء الله بالتوفيق يا رب جمهوري وش يحكم كل شيء. أنا نوعدك قبل حاجة الباقي يا رب، أنا عملت اللي علي والباقي عليهم يا رب. شكون اللي يكتب الكلمات نتاع الألبوم هذايا؟ والله الألبوم هذايا عاونت شوية في الألحان أنا، خاطر المرة هذه ما كتبتش الألبوم اللي قبله يعني كتبته لحنت الفخارية. نوجه تحية لمحمد رمزي الرحال اللي كاتب عديد أغاني الفنانين الشعبيين. كثير الغربة أنا أسميه سما تحية العمال العبدين اللي كذلك هذا اللي عندي معهم شرف جديد. هذا اللي يعني في الألبوم الجديد إن شاء الله. أنت أصلا تخدم حجام طبعا؟ أي حجام كوارج زي تحية لجماعية السياسات، تحية لسويسة، تحية لكل الكيفات. سبع صنايع والبخت ضايع. ها؟ تعرف تحجم حجمتك مش باين. شكون هذه؟ هذه أخرك عمالك حجامة ولا شكون؟ لا عادة كيفاش نجم حجم روحي كيفاش هكا نجمش؟ لا حجام صناعي، حجام صناعي. تو نعرف نوريك وشكون أنا حجم ولا شنو؟ لا لا معناتها أنت نشوف حجامة جورج باش نتقابل شوية ونشوف معناها الحجامة. الحجامة هذه شكون عملها؟ والله يا صديقي حجامي يا عادل وجه له تحية. هذا شكون اللي تخدم في الحجامة؟ والله ما صغرى وفن يعني، عندي عمي حجام، أنا خالي حجام، وأنت عمي برا جدة حجام، كلهم خرجوا برا. عندي عامل زي وجهه تحيه في ليبيا حجام، تعلمت مع صنع وش اسمه الحجامه هي فن يعني كمان الفن، وتعلمت حجام لما تكون وسط بريود نقرا ونحجم ونغني بنفس الوقت. طب مازلت حجم ولا والله الحجم حبيبتي القراب يعني الحجم ما نكذبش عليك يعني سكرت يعني الحلقه بتاعي وقتها قبل ما تو جاي بالفن ان شاء الله. واحد قاعد يخدم شرف نعمل بروجي ان شاء الله، وعلاش لا ممكن نحل صاله كبيره قاعد محمد رمزي خلاقه نتاع شغله يعني كل شيء يجي بطبيعته. فن وحجامه. لا شكون قال لك انا حجامه؟ نعرف فما حاجات ما تخبيش. عاد في الحجامه الكوره شنو باش تمشي عليها؟ خاطر في الكوره خاطر عديد من اصحابي تو في الكوره يعني كونوا مع بعضنا قبل. شكون تتنافس انت في المزيد تو محمد رمزي؟ شكون تغير الحقيقه؟ غير من حد عليه ترى يعني. لا والله من غير من حد، غير من برشا سيم. بالعكس انا ديجا اصغر فنان من غير الساعه. والله العظيم برشا، والله العظيم صدقش بالله، صدقش بالله والله يعني مش رمي ورود، تحيه للفن الشعبي وتحيه. والله لا والله لا بكنسه والله لغه التعليم. انا قلت لك بكري ايش بدنا في قلب موضوع، قلت لك على قلوبه تسعد يعني قلبه باهر وينجح في الدنيا هذه. انا تعبت وما نحسد حتى واحد، خاطر في الدنيا هذه على قلبك ربي يعطيك. بالعكس هذه خبزه نبكي في العباد الكل، وترى محلول. انا من ترى مليان واللي كور يجيب روحه، انا نعرف كيف بطحى ومن غير من حد وكل شيء، ما عندي حتى بروبليم. انا عملت اسمي ونجح وان شاء الله نكمل البوليس، وديما نقول ما عملت شيء. انا بالنسبه لي انا ما زلت نحب نقدم قدامي، وعندي حوايج اخرى في مخي وحكايات نحب نسلم ان شاء الله، وان شاء الله نمشي على المنوال هذا يا رب. ما عندي حتى نعطيك انا سيم. قول لي على مستوى الشعبيه والجماهيريه والعمل والانتاج، شكون اللي خير؟ قولوا محمد رمزي، قولوا رمزي دغمان، قولوا محمد رمزي، قولوا هشام سلام، قولوا محمد رمزي، قولوا اشرف. ها اسمعني انا نرجع ريم، شكون خير؟ مش مفهميش كل واحد خير. انت مثل ريم عندها صوتها، فلان عنده صوته، كل واحد عنده تامبر وعنده جو. الحكايه هذه ما فما حتى فنان اللي يكون مش تحته مش خير، واحد خير من واحد، كلها مش عامل سكسيت واللي يكمل بصحته. لازمك تكمل على يعني تكمل على المنوال هكا اللي تشتغل باش تواصل فيه انت. ديما كلامنا راهو الفن مربوط ببعضه. باهي سيدي باهي، الفن بحر. ما تغيرش انت باهي. مش نغير على انت. شكون تتنافس يا خويا؟ شكون؟ تتنافس كيف البطحه اللي عنده حاجه ما يجي البطحه. شنو لغه البطحه هذه؟ البطحه كيما يقولوا لك باش. فما لك باش ما تجي شكون باش يرفع بعضهم، وكيف في الفن وكيف في الكوره كيف كل شيء. الكومباريزون تاعكم في المزود ديما لا 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 عاد فاصون دو بالي، نحكي شعبي. لا في المزود ديما الكومباريزون تاعكم ديما بطحه وكباش. لا عطيتك اكزومبل توا جا في ذهني انا حاليا، جا في مخي لك باش تحب نعطيك اكزومبل اخر. شنو مثال كيما بوتيكات؟ احنا توا في البوتيكات نجيب سلعه باهيه وشوا باهي تاخذوا العباد.
مثلا ارقى شويه منك باسمك طلعنا طلعنا شويه فهمت كيف طلعنا شويه بلغه المدحه معناها لا صحي انت تحب هيك انت ليه ما انت فهم مذيع خير من انت انا نسال فهم ثم مذيعات خير وانا خير من برشا مذيعات لا بشكرتك انا اي مش محتاج مش ميلو درا مش تعطف عليه شويه انا نعرف روحي شنو نجم صحيت كيما انا نعرف روحي شنو انا مثال تو قاعد نخدم على روحي ان شاء الله كل واحد ربعين وعطي قسمه والله كل ست قريب اقسمت بالله اقسمت بالله يعني مش مره مشكل كذا والله اللي عندي حتى مشكل حتى فنان شعبي كل نحبها واللي يعمل حاجه بها نسمع عندك مشكل لا انا خاطر احكي هذه مرتبط انا تنافس اللي حبيت تنافس انا قاعد نخدم على روحي وكم ما نجمش مش معين سوي معاش كنت نافس عليه اخي سمير لوسيف اكبر منا سنقدر وسمير وسيف ان شاء الله نعمل الاسم يعملوه نعمل له لعبه ان شاء الله اي سي نورمال انا مسد بادي انا شعبيته نرجع ولده اصغر منه يعني سمير وسيف نتمنى نعملوا الاسم نتاعو نحبه برشا ونوجه له تحيه برشا 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 فهمتك وكذلك وليد تونسي نوجه له تحيه برشا عشير عمري يا حبيبي الغالي كان يعني يعرفوه حتى شكون المزودين القدوم اللي يعجبك القدوم يعني كيما نقولوا على الجيل نتاعي تو الجيل نتاع اشرف وكذا صغار احنا تو نقولوا توليد اكثر مني جيل مقبل فوزي من قبل عمل ليدي حبوب وجلو تحية زميل وصيف محمد الروج وديك عليوي عديد من الفنانين نقدم برشا أكبر منا خاطر أنا تو مازلت صغير مازلت في بدايتي راه أنا وأصغر فنان شعبي وعملت يعني مش نشكر في روحي يعني الحمد لله ربي في عمري أنا ما عبيت قطع في الكبر في السكسي في الكبر يعني قد ايه عمرك اليوم؟ مش نقول لك العمر أنا نعرف كان سامح مشكور على سامح إيه نقول عمري على عمرك قد ايه عمرك؟ قداش تعطيني عمرك؟ والله ما في العشرينات قريبة 28 25 لا لا أقل أقل 25 عام أقل أنت قلت قداش؟ هيك قلت أنت 25 يا سيدي عمري 25 ان شاء الله يا سيدي تعيشهم بالصحه امين يا ربي ان شاء الله نوصل ان شاء الله الفائده في العمر الفني يكون معناتها امين يا ربي امين يا ربي طيب تو الكاشيات نتاعك غاليه تطلب برشا فلوس قد ايه كاشي محمد رمزي ما نجمش نقول لك على الكاشي علاش رمزي دغمان قال المره اللي فاتت قال ياخذ 3 ملايين ولا 4 ملايين ولا زملايين في المية مش كده عادي افضل مش عندك حكايه ولا الحكايه هذه مش كيف يعني ماشي حد يحب يجيبك ولا حاجه انا والله العظيم يعرف قد الكاش لا الحكايه هذه خاطر انا مدير اعمال اللي يبيها يعني ما نحكيش في امور السوام ونعرف قداش نخدم نخدم اسمع اللي احنا راضيين العباد الكل ثم الزوالي زاد احنا فنانين شعبيين نخدموا راه زاد انا تو نخدم في بلايص كذا يعني ما نمشيو بالعباد الكل الزوالي واللي عنده فلوس وكل شيء فما بلاصتي في الخدمه كل واحد جا وقته باش يخدم فيه تو يعني نجم نقبل عليها ب 4 نجم نقبل 6 نجم نقبل 5 لا ما توصلش ل 6 و 4 بصراحة ها؟ ما توصلش انت قلت عليه اوكي اسمع فينك اليوم تفهم عباد انت عارف قداش انا نقول ما توصلش 6 و 4 قد مليون ونص لا معناتها حسب ما نعرف مليون ونص مليون و 700 خدش معناها خد زوج منين لا لا خدمت اكثر ها؟ لا مش هذيك انت ضرب ضربتك وبرا اما الطريفة الإعلامية اللي نعرفها أنا في ترتيبي الفنانين أنت ما تفوتش من المصري يعني أنا نقول ما عنديش تكسير كاين ما عملت شيء حتى من المزرعة يا على خاطر خويا مقبول كليما خويا ريت اللي يسمع يشد عليك تجيب شاد هاي تعرف تاش عامل كاين في التلفزيون خويا تو جيب الالتزام أنا صبرك على جودة ويقول لك يقول لك حل جودة تعرف اقصد لي لا احنا والله سبونتاني قداش كل حاجة والله لا نخدم والله لا كذبت عليك في حد شيء والله العظيم نخدم حتى تواتي نخرج بزوز ونص نخدم تواتي نخدم بثلاثة أما بس ديما احنا بثلاثة لفوق ثلاثة ونص فوق احنا ماشيين ما نكذبش عليك ونخدموا للزوالي نخدموا العباد الكل يا خويا تواتيني شكون نخدم للزوالي تقول نخدم اي خاطر العباد الكل تقول لك فن شعبي فما تخدموا لك العباد كذا علاه فن شعبي نخدموا فما الزوالي زاد لازم نمشي نورمالمون الفن الشعبي كيما الدرجة رجع لي زوالي رجعوني للحومة الشعبية زاد الفن الشعبي اسمه انا شو اسمه فنان شعبي نورمالمون الفن الشعبي كيما الكهرباء الشعبية والدار الشعبية والتليفون الشعبي والأكلة الشعبية قمح المدافع سميو التليفونات مش تليفون جا ماركت على ما برشا ماركات عباد اخرين مثل ماركة تاع التليفون اسمها مثال ما نقولوش اسامي وفلان هي الماركة كي نجحت وانا تو ناجح وفلان نجح كل واحد ياخذ وقته البير وصلنا ونغلفوا منه تو نخدموا العباد الكل وهي ديجا بغي فن وخبزه هذه يخدموا فيها الواحد انت الرسمي الرسمي قبل ما نمشي مع الموزيكا تحب تعمل معناتها لو سوكسي بروفيسيونيل اللي هو مشروع من حقك كفنان اي بالطبيعه معناتها نحترم من روح المنافسه والمثابره اللي فيك معناتها انه انت تحب تقدم وتحب تخدم وهذا من حقك بالطبيعه وانا نحترم كل فنان كل فنان يطمح للحاجه مخير يجتهد انه يخدم ويقدم باش يقدم ماده كسوا سيئه ولا باهيه لاسونسيل هو يحاول باش يخدم معناتها يحاول انه يلافونس باش يبني اسمه اليوم محمد رمزي فنيا يحب يبني اسمه يحب يبني اسم محمد رمزي علاش معناتها يحب يصنع اسم كبير والا يحب يولي ارتيست والا يحب الكاشي نتاعو يطلع خاطر ما تعرف تبني اسمك
العربون يطلع معهم انت اسمك مره خرجت وحدك انت صح علاش انت علاش تخدم على الاسم ولا عارف انا نخدم الفني نعطي فني اللي عطوني ربي مو بهذا عطانا ربي نوصل فني انا جمهوري ديما نقرا ديما نعطيه حتى لاخر نهار في عمري انا فن نحبه برشا ونكمل ان نعطي الفن السما الصحيحه العباد اللي يحبوا يسمعوا نعطي حق الفن ونعطي حق زاد خدمتي كلها كما الكوره زاد هما خدموا عطاهم ربي بساقيه مش يكملوا مش يكون روحه مش يخدموا هذه خبزه جبل يا ربي ونطمع باش نولي ارتيست ونخمم ديما ان شاء الله فن الشعب هكا يا ربي ينوروه ويولي قيم ان شاء الله في تونس هكا تبدا عندنا شركات كما عندنا توا واقوى ان شاء الله نطمحوا اكثر من هكا يا ربي نطمع الفن الشعبي نولي كما في روتانا كما توا برا ان شاء الله كما كي حتى الكليب تو نصوره وعلى قد تو اسمي ما يونيتي وعلى قد ان شاء الله نعمل حتى من التاريخ الاقوى وكل شيء في اي حاجه نطمع باش نولي في الغناء نطوروا في حاجه نطوروا في حياتنا نطوروا في بلادنا نطوروا وعندي باش نقول الحاجه ديما نتمنى بخير اي حاجه نخليوك نسمع الموسيقى شويه بعد نرجع نسمع شويه من الالبوم الجديد اوكي معنا مازال معنا في بركاج لليوم مازلنا في شانزليزي مازال معنا محمد رمزي يا ربي لا محمد بالحق سبورتيف نعرف اللي انا ساعات هكا معناتها نتجاوز الخطوط الحمراء مع ليزانفيتي نتاعي اما مازلت ما قلتليش بسبب راح اقدر الكاش نتاعك اما 6 ملايين ما اقتنعتش بهم والله البرنامج هذايا انا ما مش رامي ورود التحيه لجمهوري برشا وزوجي يعرف محمد رمزي كما يعرفوني حتى كما يعرفوني والله فكي ونحب نقدرش معايا في اي حاجه تدخل معايا باش يزيدوا يعرفوني انت تقول الجمهور اللي يعرفوني فما شكون ما يعرفكش راه فما شكون ما يعرفكش عادي كمان على طول السنه تقول محمد رمزي يقول لك شكون محمد رمزي باش يغني به ممكن نجيبش ما نقولوش روحي انا نقول عندي ثقه في روحي اللي تعرفني لعبت كل اغنيتي سكسي الحمد لله ربي وفما بيت ممكن تعرفكش عادي ممكن يعرفوا الاغنيه ما يعرفوش انا وجهي ولا حاجه ما ليش تعرف الاغنيه وما تعرفكش عادي هاكم تو يعرفوا زيدوا يعرفوا يعرفوا في التلفزيون ممكن ساعات انا جيت في التلفزيون ممكن وقت انت مش حال التلفزيون ما رانيش هو يعرف الاغنيه محمد انا عبيت تعرف الاغنيه ماذا بيا فما خاطر انا نعطيك حكايه ناكد لك يعني كيما انت يعجبك الموضوع حتى من فترة فما عباد ممكن تعرف اغنيتك وتعرف اسم محمد رمزي تسمعوا بالاسم ما تعرفوش اون لايف يعني ممكن فما 30% نقولوا من 100% ما يعرفوش محمد رمزي كما نقولوا في وجهه ما يعرفوش يعرفوا الاغنيه ما يعرفونيش انا بشويه بشويه كلها بديت هكا فهمت وانا صغير في بدايتي الحمد لله وكي عملت سكسي في الوقت هذا العباد عبدني كيما هكا بركه من عند ربي وان شاء الله نوصل لاخير ان شاء الله النجاح هذا يدوم ان شاء الله يا سيدي عمرك الفني اكبر من عمرك الحالي امين بين شو مع الموسيقى بقى معنا راجعين بعد شوي فما براكاج براكاج سيارة رمادية الاول من نوع كفر رجعنا لكم على ستاسيون جوهر اف ام مرحبا بالناس كل اللي يسمعوا فينا ويتابعوا فينا مرحبا مازال معنا محمد رمزي محمد احنا برسك قريب نوصلوا للفان ديميسيون نتاعنا معناها اليوم les ambitions تاع محمد رمزي طموحات محمد رمزي وين يحب يوصل بالجديد بالانتاج نتاعو حاب نوصل ديما اللي عملته هذايا اقوى منه ديما اللي عمل الحاجه نمشي في مسار اقوى من هذايا كون نطمع باش نعمل كمل على النجاح اللي عملته هذا نزيد اقوى من ديما اقوى نطمع ديما بخير مش لعبة تحبني جمهوري ديما نقعد في المنصب هذايا نتاع النجاح نتاعي انا مع جمهوري عزيز الغالي ديما نوجه له التحيه اللي فضله هو نجحت الفنانات بحق الدار ان شاء الله فن الشعبي ديما يتطور يا رب ان شاء الله ان شاء الله ونحب نتنحى فكره الفن الشعبي اللي كونه كذا يعني لو عبيت فما نظافه تخدم في المسجد وكذا ما فما حتى مشكله فما حتى وسطين يا زين فما حتى كل يعني فما حتى بروبليم الفن الشعبي رياضة ربيات يعني اللي صارت حكايات يعني الفن الشعبي اللي كونوا الفنان يعيش كل العباد كله الفن اسمه اسمه فن شعبي وكو ان شاء الله ديما متطور يعني في الاعلام خاصه في الاكثريه تو علاش الفن الشعبي قديم عنده كرؤيه النيجاتيف معناها ديما الناس تغزر له ان سو جونغ وكأنه العباد اللي تخدم فيه عباد سوزيستيمي عباد ماهيش قاريه عباد مش متثقفه عباد ما نعرفش احنا عربيده عباد ما نعرفش مربوطه مربوطه مثلا ديما مربوط بالالكول ومربوط بالحبس ومربوط عليه مربوط معناتها ديما مربوط بايماج خايبه عليه باش نقول لك ريم كيما نقول لك اثنيه موجوده قدامك انت اثنيه تمشي فيها تحب تعمل هكا تحب تعمل هكا كما نقول لك تسول نفسك تسيبها هذه سمعه وفن ونظافتك انت مثال واحد يلزم يمشي على البيئه نتاعو وكيفاش تربى
كيفاش بديت في الفن وكو يعني اللي كانك تحب انت باش تخلي روحك الكلمات العبيد ابعد على الشيء هذا اللي موجود اللي مش بيه تحبوش العبيد وتحب تسمي نفسك سيبه تخدم على روحك كيما توجه واحد شيء ثانيه فهمت كيفاش تخدم على روحك وقلت الناس الفن الشعبي دي قبلت الظلم حتى مش في عاديين انا صغير جيت خدم فنانين الكبار صارت قبل وسما تطور على قبل الحمد لله في الدعايه كل شيء والفن الشعبي يعني عبيد الضاف تخدم فيه وكو يعني مش نقول لك مش نشكر روحي انا كان الواحد يقول نظيف الفن الشعبي لا الحقيقه انت ملي بديت وانت تشكر في روحك والله ما نشكرش روحي فما فنانين شعبيين نظاف سيده وعندهم فاميليتهم وعندهم علاقتهم كيف هي يعني نرجع انا بابا فنان يعني مش يغني ضابط ايقاع مجاله تحيه كبيره فهمت يعني اللي وصلني شيء هذا وكيما خدم مع نظافه وصل الدروع على نظافه والحمد لله يا ربي كو وان شاء الله شرف عائلتي وشرف اسم الفن. تعرف سمي لي شنو قال على الفن الشعبي؟ معلش قال لك نسمع في اغنيات غريبه قالوا هذا الفن الشعبي الفن الشعبي سلم حبيبه ولا نسيبه ولا سلم اللي يعبد ربي ناري على سعد الفنان كي طاح في وسط الالحان ابكي يا عيني ولا تخبي اذا هذا الفن الشعبي. عندكش إجابة بربي على المقطوعة هذه؟ مش تقول مدح ولا مدحش ولا ذم؟ والله عندي فهمت معناها هذا الموضوع لا تقول كنت مش انت حلقة سمعتها أول مرة من مجوش قولك عودها لي أما مش عندك حاجة كان في النيجاتيف الفن الشعبي فن الشعبي اسمه رجس ونحكيه في المواضيع الكل اللي صاير في العبيد الكل وكيف البوزيتيف كذلك اللي كان الفن الشعبي ولا نجعه الفن الشعبي دروا في تونس رأى أخي العبيد كنت تسمع الفن الشعبي مش أقول لك ومزودنا هيك على تراثنا وكجولة وما يشط على حسين كان المزود وما يبكي كان المزود وكل شيء المزود فيه اللي فرح واللي حب يسمع أغنية ويشيخ عليه كان اللي عنده قصة وكل شيء ويحيى الفن الشعب. أنا أتمنى لك التوفيق محمد الحقيقة يا عايش إن شاء الله في مسيرتك وإن شاء الله البوم جديد ناجح إن شاء الله إن شاء الله الأغاني اللي رهنت عليهم مع مدير أعمالك جورج إن شاء الله تكون معناتها بالحق عملت رهان صحيح وعملت عن طريق وصلت للحاجة أنت تحب توصل لها إن شاء الله إن شاء الله ماشي في خطوة بها إن شاء الله ديما قدام يا سيدي إن شاء الله موفق وقتاش إن شاء الله نشوفوه للبوم الجديد البوم ان شاء الله ما زلت وما نجمش عندك الوقت بالضبط وقت الشيخ ما زلنا شويه نخدموا فيه كل شيء جديد بدي حضرنا شويه اغنيات وكاو ان شاء الله على قريب ان شاء الله ما زال شويه وقت اما شنو عليك انت محمد؟ نعم كلمه الختام اللي كنت كلمه الختام نوجه تحيه كبيره لجمهوري ديما نقولها بفضله هو ديما نجحت وديما نعودها ونقولها وتحيه لكم انتم وتحيه لكل العاملين في قناه جوهر وتحيه لكم تيرين وتحيه لكل يسمع فينا كبير وصغير و كل شيء كل ما يسمع فينا في ذا جورة وكل بوسة الجمهوري العزيز الغالي وسنة جديدة يا ربي إن شاء الله شرفكم كما نجح أنا تو ديما تروني أخو أخي يا رب. شكرا لي كان معايا الفنان محمد رمزي مرسي بوكو للناس اللي اختاروا ستاسيون جوهر اف ام مرسي أكرم السيرجي اللي كان في التصوير سيامين تركي صديقي وخويا العزيز الغالي هذاك سيامين بي مرسي سي رضوان المسلوق في كوتي كونسول مرسي خليل فيف ليسبري ديكيب ريم تقولكم نتقابلوا إن شاء الله الجمعة الجاية وتابعونا الجمعة الجاية لا سيري دي براكاج على خاطر ان شاء الله باش نحضر لكم دي سوربريز هايلين برشا دونك جوست تبقاو ديما كونيكتي على جوهر اف ام من 6 ل 8 في ليميسيون براكاج اثنين واربع وخميس تسمعوا معنا حاجات تعجبكم وحاجات حلوه ميرسي لضيفي الفنان محمد رمزي ان شاء الله مزيد من التوفيق له اتري بيان دو بابان جوهر اف ام.net nous sommes là où vous êtes.